دفاع مان تو مان. مارك هو اللي عم يدافع على جورج شيباني مع هات تو هات بين المدرب إليا زورس اليوناني والمدرب اللبناني فؤاد ابو شقره. بسرعه الخطيب بيرد ونجوم المباراه بدا يدخل لبرا لاسماعيل عن ثلاثه ما بينجح اسماعيل. ايريك شاتفيلد منطلق بسرعه للخطيب، خطيب بيطلع بلاي اب وبسجل النقطه الرابعه. مارك تنقطع من فادي الخطيب بينطلق بسرعه فادي بيجرب يوفق. اوه حلوه كثير، حلوه حلوه كثير من فادي لانه اخذ الخطا غياس بهالبرمه السريعه جدا. نوت سبن طابع عم تبرم بسرعه. ايريك شاتفيلد عم يدخل عم يدخل لبرا للخطيب عن ثلاثة والخطيب بسجل الثلاثية. لعبة رائعة فيلد سكوتي، يعني كان بالمحل يلي بده يجرب يخترق منه، في دفاع ناطره عارف كيف بده يتحرك، هذا الشيء اللي جبرهم بالتر اوفر. بينما فادي الخطيب بيستدرج مارك لتحت السلة وفادي بيستلم وبيسجل. هون عم يخلق مسمتش تحت السلة يعني الانطلاق. والطابة مع مين؟ الطابة مع فادي الخطيب تماما مثل الشوط الاول. هو عددي هون وبراين عن ثلاثه ما بيسجل، بيرجع بياخذ محاوله جديده. تمريرته بتنقطع. فادي الخطيب وفادي بيسجل. علي محمود لفادي، فادي بجرب ياخذ القرار بيسدد عن ثلاثه وبينجح. يعني قرار يعني توقعنا وصح التوقع. ابراهيم شاره والخطيب بيسجل. الخطيب ايضا سلة محتسبة والخطأ على ريتشارد هليط. ثلاث ثواني هذه الخطيب. حلو كثير للخطيب. الخطيب بيرجع الفارق 4 نقاط للحكمة 92 88.